اليوم سأعيش معكم مع جزء من آية، سنكتشف الإعجاز في جزء من آية ليس في آية كاملة. الله تعالى ماذا قال عن نفسه؟ قال: ومن أصدق من الله قيلا. يعني كلام الله صدق وحق بنسبة 100%. ومن أصدق من الله قيلا، أي قولا، يعني من أصدق قولا من الله. سنتبع نفس المنهج الذي اتبعناه في هذه السلسلة، طريقة صف الأرقام، المصفوفات الرقمية العشرية، كل عدد يتضاعف 10 أضعاف العدد الذي قبله. وهذا النظام أيها الأحبة لم يكن معلوما زمن النبي، هو معلوم في العصر الحديث. وجود هذا النظام في القرآن يشهد أن هذا القرآن هو من عند الله وليس من تأليف بشر. الآن سأبدأ باستعراض الإعجاز العدد الرائع في هذه العبارة: ومن أصدق من الله قيلا. دعوني أكتب معكم هذه العبارة الكريمة: ومن أصدق من الله قيلا. الواو عدد حروفها 1، هي كلمة مستقلة تكتب منفصلة عما قبلها وما بعدها. من 2، نكتب 2. أصدق هنا 4 أحرف، الألف والصاد والدال والقاف. من 2، الله تعالى لفظ الجلالة 4 أحرف، نكتب الرقم 4. قيل 4 أحرف، نكتب الرقم 4. نقوم بصف هذه الأرقام أيها الأحبة بجوار بعضها، يعني 1 2 4 2 4 4، يتشكل لدينا عدد. انظروا معي هنا أيها الأحبة، العدد هو 442,421، عدد ضخم. هذا العدد يتميز أنه من مضاعفات العدد 7، يساوي 7 مضروبا في عدد صحيح هو 63,203. إذن دائما تأتي معنا الأرقام من مضاعفات 7، دائما في كل القرآن، سبحان الله. يعني المصادفة أحبتي في الله تتكرر مرة أو مرتين أو 3 مرات أو 10 مرات، ولكن أن تتكرر آلاف المرات لا يمكن، لا يمكن لإنسان عاقل أن يعتقد أن كل هذا جاء بالمصادفة. تابعوا معي أيها الأحبة، وهنا لو أخذنا هذا الناتج 63,203 وقسمناه على 7، نجد أنه أيضا من مضاعفات العدد 7، يساوي 7 مضروبا في 9,029. إذن العدد الذي يمثل حروف الآية أو حروف العبارة هو من مضاعفات الرقم 7 مرتين متتاليتين. الآن دعوني أنتقل لنتيجة أخرى أكثر إعجازا. تأملوا معي أيها الأحبة، العبارة تتحدث عن من؟ عن الله. سأبحث عن حروف اسم الله. الآن عندما كتبنا الحروف كاملة نتج لدينا عدد من مضاعفات العدد 7 مرتين، 7 في 7، ولا ننسى أن العدد 7 في 7 هو تكرار حروف اسم الله أو ألف لامها في الفاتحة 7 المثاني، 49. ارجعوا إلى اللقاءات السابقة، يعني هذا العدد له دلالة 7 في 7، مرتبط باسم الله عز وجل. الآن أيها الأحبة دعوني أعد حرف الألف كم مرة تكرر في هذه العبارة، وحرف اللام وحرف الهاء. حرف الألف أحبتي في الله تكرر كما نرى هنا 1 2 3 3 مرات، وحرف اللام 3 مرات، في كلمة الله 2 وفي كلمة قيل 1، وحرف الهاء ذكر 1 فقط في اسم الله عز وجل. إذن أصبح لدينا هنا، دققوا معي، حرف الألف 3 مرات، حرف اللام 3 مرات، حرف الهاء 1. عندما نصف هذه الأرقام يعطينا العدد 133، هذا العدد يساوي 7 في 19، سبحان الله. يعني عندما نأخذ حرف الألف قلنا 3 مرات، وحرف اللام 3 مرات، والهاء 1، وقمنا بصف هذه الأرقام 3 3 1، يتشكل لدينا العدد 133 يساوي 7 في 19.
العدد 7 هو عدد قرآني، والعدد 19 هو أول عدد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليها 19، والعدد 7 هو أول رقم ذكر في القرآن من حيث ترتيب القرآن. يعني هنا أيها الأحبة، العدد 133 يساوي 7 في 19. العدد 7 هو أول عدد ذكر في القرآن حسب ترتيب القرآن، والعدد 19 هو أول عدد أنزل على النبي، أي في ترتيب النزول ذكر الله العدد 19 في سورة المدثر عليها 19. سبحان الله، جمعت لنا العددين ترتيبا ونزولا، ليقول لك إن القرآن محكم ترتيبا ونزولا. الآن أيها الأحبة، أيضا هنا لا ننسى أن مجموع حروف اسم الله 3+3+1=7. يعني انظروا إلى هذا التناسق، 3+3+1=7، سبحان الله. طيب الآن أيها الأحبة، أصبح لدينا النتائج الأربعة التالية: العدد الذي يمثل حروف النص من مضاعفات 7، ناتج القسمة من مضاعفات 7، عدد حروف اسم الله 7، وتكرار حروف اسم الله مصفوفا مضاعفات 7، سبحان الله. الآن أنا سأنتقل معكم إلى توزع حروف اسم الله، يعني كيف توزعت هذه الحروف. دققوا معي أيها الأحبة، حرف الواو لا يحوي أي شيء من اسم الله، يأخذ رقم 0. حرف الميم ليس فيها أي حرف من حروف الله، تأخذ رقم 0. كلمة أصدق فيها فقط الألف من حروف اسم الله فتأخذ الواحد، وكلمة من ليس فيها تأخذ الصفر. كلمة الله كلها حروف لفظ الجلالة، ألف لام لام هاء، إذن تأخذ الرقم 4. وكلمة قيل فيها حرفان، هي اللام والألف من حروف اسم الله، القاف والياء غير موجود في اسم الله، فتأخذ الرقم 2. هذا العدد مصفوفا أيها الأحبة ماذا يساوي؟ يساوي 24,100. هذا العدد 24,100 يقبل القسمة على 7 أيضا، سبحان الله. يعني حتى توزع حروف اسم الله التي أصلا عددها 7، حروف اسم الله في هذه العبارة ومن أصدق من الله قيلا، عددها 7، وتوزع هذه الحروف يقبل القسمة على 7. الذي زادني يعني انبهارا بهذا الناتج أن العدد الناتج أيضا يقبل القسمة على 7. العدد الناتج هنا 34,300، والعدد الناتج يقبل القسمة لمرة ثالثة هو 4,900 على 7 ب700، والناتج الأخير يقبل القسمة على 7 لمرة رابعة، 700 يساوي 7%. يعني أصبح لدينا المعادلة أيها الأحبة، المعادلة أصبحت لدينا: ومن أصدق من الله قيلا، لو درسنا توزع حروف اسم الله، يساوي 7 في 7 في 7 في 7 في 100. كأن الله يريد أن يقول لك إن هذا الكلام هو كلام الله الحق 100%، سبحان الله. يعني انتهى. الآن أيها الأحبة، أنا لدي هنا أيضا شيء عجيب: ومن أصدق من الله قيلا. كاسم الله موضوع في يعني بشكل متقن داخل هذه العبارة، ما قبله وما بعده يحقق نسبا تقوم على الرقم 7. انظروا معي: ومن أصدق من 9 أحرف، واسم الله هنا في المركز، وكلمة قيل 4 أحرف. العدد 49 يساوي 7 في 7، سبحان الله. يعني قبله 9 أحرف وبعده 4 أحرف، 9 و4 49 يساوي 7 في 7. واسم حروف اسم الله ألف لام هاء في سورة الفاتحة كم يساوي؟ 7 في 7. يعني انظروا إلى هذا الترابط القوي. الآن أيها الأحبة، كم كلمة قبل اسم الله؟ الواو 1، من 2، أصدقوا 3، من 4، 4 كلمات، وبعده كلمة. يصبح لدينا العدد 14 هو 7 في 2، أيضا مضاعفات 7 حتى لو أخذنا الكلمات. الآن حتى نزيل أي شكوك باحتمال المصادفة، كم حرف من حروف اسم الله قبل الله وكم حرف من حروف اسم الله بعد الله؟ نجد لدينا قبل اسم الله لدينا فقط الألف هنا 1، وبعد اسم الله لدينا اللام والألف أي 2، ويصبح لدينا العدد مصفوفا 21 قبل وبعد، إذن يساوي 7 في 3، سبحان الله.
يعني والله أيها الأحبة، أنا الآن لو أردت أن أتأمل فقط هذه العبارة سأستغرق ساعات في شرح الإعجاز والتناسق العددي والنظام الرقمي المحكم فقط في هذه الكلمات الأربعة: ومن أصدق من الله قيلا. لذلك أحبتي في الله، أنا أعتبر أن هذا البناء العددي وهذا النظام الذي نكتشفه اليوم هو رسالة من الله سبحانه وتعالى موجهة لكل مشكك وكل ملحد، تقول له هذا الدليل. أنتم تطلبون الدليل المادي، هذا دليل مادي ملموس على أن هذا القرآن كلام الله الحق وأنه محفوظ برعاية الله، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إلى لقاء قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.